منهج السلف فيه الهداية والأمان، فيه الهداية، فمن سار عليه كان من المهتدين، وفيه الأمان، الأمان للإنسان نفسه، والأمان لغيره من الناس. فليس في منهج السلف الصالح ظلم ولا غدر ولا إرهاب ولا إفساد ولا تفجير ولا تدمير، وإنما فيه العدل مع الناس أجمعين. العدل مع المحبوب ومع المبغض، العدل مع القريب ومع البعيد، العدل مع المسلم ومع الكافر،